اتكلمنا وخدنا ابحاث كتير عن الارضيات او مش ابحاث، خدنا مكتب كل مجموعه هتعمل مكتب نوع من انواع الارضيه بجانب البحث بتاعها اللي هو يتعمل على روحه. عايز كل حد من المجموعه كده يرفع ايده، يعني كل ممثل مجموعه يرفع ايده يقول الارضيه اللي كانوا كده ايه. بس انا هنبتدي من مين يا حضرتك؟ يا حضرتك ايه؟ ايه؟
انت في نفس المجموعة بتاعته؟ لا رقيف صلي على محمد صلي على محمد صلي على محمد ويشدها يجبرها ويزوقها واللي يقع
لو انا عامل سيراميك او عامل بلاط كده هيحصل في السيراميك هيتكسر كله صح؟ كل ده ايه؟ هيتكسر. طيب يبقى اذا انا مش دافع معايا ده طب ينفع معايا ايه؟ ينفع معايا الاسمين ده اللي هي الخرسانه الخرسانه الارضيه الخرسانه وابدا اعمل حاجه اسمها هليكوبتر. الهليكوبتر ده ان انا بقيس السطح النهائي للتشكيل وخليه كله سطح واحد ويقفل بعد كده الزميل ده اللي قالت الوكس اللي الوكس دي هي ماده كيميائيه بخطط بيها السطح النهائي عشان حاجه من الاثنين. شفتوا لما تيجي تخشوا كده المطار او تخشوا الباركينج تلاقوا علامات صفراء بتتحرك سهل من يمين وسهل شمال هو الاصفر ده هو ده الوكس هو الاصفر ده هو ده الايه؟ الوكس ممكن يبقى اصفر ممكن يبقى احمر ممكن يبقى ازرق ايا كان انا عايزه ايه؟ هي علامات الاصفر الارضي. ساعات بقى بيبقى عندي فراغات بحتاج ان الفراغ كله يبقى الوكس ده ماشي؟ طيب مثلا على سبيل المثال انا بعمل مستشفى وبعمل شوف حد دخلنا كلنا مستشفيات صح؟ بس مستشفى كويسه دخلنا مستشفيات الدلاله الارضيه بعمل فيها الجنين. ايه الجنين ده؟ اللي هي عامل شبه طبق الجلد كده حاجه لينا كده وجلد لما زوج الكرسي او زوج الزول بتاع العيان ما يعلمش في الارض ما يعملش صوت فاهمني؟ عشان خاطر المرضى ما يزعجوش. طب انا الجيل ده ينفع اعمل له حاجه ثانيه؟ هو ينفع بس هو سعره مثلا على سبيل المثال دلوقتي 4000 جنيه ومتر فانا لما ابقى مهندس شاطر استخدم الخامه في مكانها. استخدم الخامه في مكانها مش ان انا اروح اعمل لك احسن حاجه وادفع لك فلوس قد كده وانت مش محتاج فاهمني؟ فانا اللي انا بتاعي بستخدمه. طيب ارضيه فرتان عندي مزاولين لغايه فرتان. الفرتان ده اللي هو عامل ازاي؟ شفت لما بتيجي في التراك شفت الجزء اللي هو الاحمر ده الاحمر او الازرق ايا كان هو ده الفرتان. الفرتان ده وقت ايه؟ احنا لو جينا قلنا ان هي طبقه مثلا 3 سم بس فيها اسلوب في التصنيع انا يهمني لما احنا بنعمل بحث الناس اللي مثلا بتفتح بلدان وتبدا تشرح البحث بتاعها وتوريني المكان تبدا توريني تشرح لي اسلوب التصوير ايه؟ كل واحد فينا ماسك ارضيه يعمل لها مكان غير البحث الشامل اللي هو بيعمله يبدا يقول برضه اسلوب التصوير بتاعه ايه؟ ماشي يعني ايه هي طرق التصنيع بيشتغل ازاي؟ بيديك ايه؟ بيحط ايه؟ بيثبت ايه الاول؟ وهكذا. يعني لما عارفين ان احنا نشرح البحث بتاعنا نطلع احنا عاملين باور بوينت بتاعنا نشرحه لو حد عايز يشغل فيديوهات يشغل فيديو مش اي مشكله يوريني الحاجه بتتعمل ازاي؟ لو في خشب متقطع لو في حاجه عايز يوريني خشب متقطع في اي اتجاه اسلوب التقطيع بتاعه ماشي مع هقطع الشجره كده وهقطعها كده لو هقطعها بالطول هتديني ايه؟ لو هقطعها بالعرض هتديني ايه؟ كل دوت اللي ماسك البحث هو ده اللي مركز فيه فاهمني؟ بس كلنا هنعمل ايه؟ هنستفاد. احنا لو اتكلمنا على السبوره كنا حوالي 18 نوع ارضيه. انا عايز اقول لكم ان دول مش هم بس كتير اكتر من كده. في ارضيات اكتر من كده مش هم دول بس. طيب في منهم النهارده هنرسم فيها نوع ارضيه شيت هنرسمه على محطتين شيت هنرسمه على محطتين هنحط في اللوحه 170 15 تفصيله 5 1 2 3 4 5 3 خلاص انا عايز في اللوحه دي يعني عايز كام تفصيلات؟ عايز 30 نوع ارضيه. عايز كام؟ 30 نوع ارضيه، كويس؟ طيب ايه الفكره؟ ايه الفكره؟ انا عايز كل واحد فيكم يرسم طبعا اشرح دلوقتي نفسه ايه في الارضيه، بس انا عايز 30 نوع ارضيه دول كل واحد فينا يرسم
يبقى فاهم القضيه اللي بيرسمها دي ايه. انا ما يهمنيش ان انت تديني اللوحه، انا يهمني ان انت تفهم اللوحه. خلاص يعني عيش انتوا طالعين كده، خلينا اللي اعرف اعمله معاكم اعمله معاكم، خلينا انتوا طالعين كده حاجه فاهمينها، ما يبقاش ناقصنا حاجه. انا هحاول كده كل درس دكتور اسامه، يعني احنا بنطلع السنه الجايه ان شاء الله هتكون معاكم مره كبيره. دكتور اسامه ادي فرصه ان انا يعني بظروف وقت هو كتير مره، فهيبقى في فرصه كبيره ان انا اتعامل معاه كتير واشوف له شويه حاجات. السنه الجايه ممكن يبقى صعب، الا بقى ما نعرفش مين ناحية يعني ربنا يسهل يعني. بس القصد الموضوع ان احنا في الدرس بتاع الارضيات ده عايزين نستفاد منه، كويس كده؟ عايزين نتعلم ارضيات كويس. قلنا المبادئ بتاعتنا اللي هو النشاط هستخدمه ايه؟ طب انا لما اجي اجيب لك في الامتحان انا ممكن اجيب لك قاعه مسرح الجزء الثاني في حته في اي بي في المدخل. طبعا انا عايز في المدخل بتاع قاعه المسرح تبين لي الصراع بتاع القاعه وسلوك تشطيب ممكن تستخدم كامه طبيعيه زي الرخام زي الجرانيت، صح؟ طب ايه الفرق ما بين الرخام والجرانيت؟ لما نبدا نعمل البحث وزمايلنا يعرضوا هنلاقي اللمعه اللمعه. طبعا كل ماتيريال ليه سطح مزجج ليه لمعه، كويس؟ طيب الرخام هنلاقيه ان هو من الاحجار اللينه، كويس؟ لما شرحنا المره اللي فاتت واتكلم الدكتور قال في احجار لينه وفي احجار صلبه. الفرق ما بين اللينه والصلبه كل الفرق زي القضيه دي. القضيه بتاعت رجلي دي جرانيت، ده حجر صلب لما اجي اقعد احط فيه كده من هنا لبكره مش هيحصل فيه حاجه. كويس؟ لكن لو الخام شفت السلم بيطلع عليه بس هنلاقيه عامل ازاي؟ الفرق خلاص هو ده القرية. كل واحد يطلع ويحط فيه بريكه هو يتاخد منه شويه. كل واحد يطلع يحط فيه بريكه يتاخد منه شويه. فاهمين ايه الفرق ما بين ده وده؟ ده بيقاوم البلد والتاني ما بيقاومش البلد. صلي على محمد، صلي على محمد، صلي على محمد. السلم ده في المكان ده هو غلط. خلاني اعمل ايه؟ خلاني اعمل صيانه، خلاني انا دفعت حقه مره وهدفع حقه تاني. فاهمين ده قرار عشان المهندس ده قرار غلط. سلم استخدامه واحنا ناس كتير قوي سواء طلبه سواء اساتذه كلنا قاعدين نطلع السلم وننزل ونطلع وننزل، فبالتالي السلم مش مستهلك. طيب لو جه يعمله سيراميك ينفع يعمل سلم سيراميك؟ ايه اللي هيحصل؟ بنزحلق، صح؟ طب اذا انتوا يعني مبدئيا عارفين كده بدات في السوق ان انا لو استخدمت حاجه مش في مكانها هتعمل لي مشكله، كويس كده؟ لو استخدمت حاجه مش في مكانها هتسبب لي مشكله. المشكله دي عباره عن ايه؟ عباره ان انا بعمل سياره، عباره ان انا بدفع فلوس، عباره ان الناس مش مرتاحه، صح كده؟ طيب بعد كده قلنا المدخل، انا ممكن انا اعمل مدخل ابين الصراع بتاع قاعه المسرح، فانا ممكن اعمل كرسيين، ممكن اعمل جرانيت. طبعا الجرانيت عشان بس نبقى احنا فاهمين مش هو الشكل اللي قدامنا بس، ده جرانيت احمر اسواني المتر بتاعه بيعمله حوالي 500 كيلو. احنا عندنا في جرانيت مستورد حاجات كتيره قوي المتر بتاعها بيوصل ل 5000 و8000 المتر الواحد. فاهمين؟ فبتبين بقى الايه؟ الثراء اللي احنا عايزين نبينه كله. طيب بعد ما دخلت عند الفي اي بي، الفي اي بي لما اخش في قرار الفي اي بي ممكن استخدم فيه ايه؟ الفراغ الفي اي بي ده عباره عن استراحه قبل قاعه المسرح، كويس؟ استراحه كده صالون جميل مقطوعه كده مطبوقه وانا قاعد وتكييف ولسه الندوه هتبتدي قدامها ربع ساعه وانا بقعد في المكان دوت بيستخدموا في ناس في اي بي بيشربوا حاجه قبل ما يخشوا، كويس؟ ف ممكن استخدم ايه في اي بي؟ ممكن استخدم جرامين، ممكن استخدم كرسيين، صح؟ انا نفسي ببعد بقى مثلا عن السيراميك، ببعد عن البلاط المزيكو. لو جه حد قال انا هحط بلاط مزيكو، عارفين البلاط المزيكو؟ اللي احنا بنلاقيه في البيت بتاع جدي وجدة اللي بنقرش ده، هو ده البلاط المزيكو، كويس؟ نلاقي ايه بقى رشا 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 ده البلاط المزيكو.
بالرغم ان احنا لما نيجي نبص على السطح اللي قدامه ده ونلاقي لونه اسمنت ده اللي هو لونه رمادي ده اسمه بلاط سجاد. اسمه بلاط ايه؟ سجاد. والبلاط اللي احنا بنلاقيه في الارضيه بتاعت الباركنج بتاعتي دي اسمه انترلوك. اسمه ايه؟ انترلوك. واللي تحت رجليها دوت سيراميك. خلاص؟ عشان نبقى مركزين. كل التربه بره ده رخام. هل هو مناسب؟ طب مش مناسب ليه؟ دي خامه طبيعيه. خامه طبيعيه والكلام ده. وقال ولما الدكتور شرح قال ان هي مع عكس معالج السنين اللي قعدته الجرانيت فبالتالي فيها طبقات مختلفه. وطول ما انت ماشي في الطرقه هتلاقي في حتت محفره حتت عروق يعني احنا بنسميها عروق طفله. عروق ايه؟ طفله. يعني تلاقي البلاطه قدامك تلاقي حته محفره كده تلاقي حته مملحه. يعني ايه مملحه؟ تلاقي خارج منها زي هاله بيضاء كده بيكون عليها ملح وتبدا تفرق كده تفرفوكه معاك. فاذا الرخام ده في المكان ده مش مناسب. طب مش مناسب ليه؟ انا ببص على الخامه هل هي متعرضه للعوامل الجويه ولا مش متعرضه؟ يعني الفراغ ده شبابيكه المفتوحه على طول ودرجات الحراره المتفاوته هي متعرضه ليه ولا مش متعرضه ليه؟ كل ده بيفرق معايا في الخامه. كل ده بيفرق معايا فين بقى؟ في الخامه. انا اختار خامه عامله ازاي؟ يعني اذا يعني مش مهندس هنبص كمان الفراغ ده ليه دور ولا اول دور؟ نبص. مهم جدا لان ممكن استخدم خامه بستخدمها في اتنين دور واحطها في الاول دور وما تعيش معايا لان هي متصممه على ايه؟ على الدخيل. مش متصممه ان هي تستحمل المطره وتستحمل الشمس وتستحمل كل ده. فاهميني؟ طيب ده كلام جميل. طب لما نخش بقى في المسرح استخدم الارضيه ايه؟ ماشي لحد منه كده ليه لازم كده؟ يمشي؟ طيب شاطر. يبقى انا مثلا دخلت المسرح استخدم ارضيه وكده. طب ليه بستخدمها وكده؟ نسيان بقى انا الموكيت دوت ماده موصل للصوت. موصل ايه؟ للصوت. يعني لما انا كراجل واقف هو لما بيتكلم الصوت بتاعي مثلا عشان مش مهندسين تسمعه هو مش شغال كده. هو بيحط الحيطه وينعكس عليه. عشان انا مثلا واقف لو انا واقف في المحراب في المحراب وبتكلم ايه في المحراب بيعمل ايه؟ بقرا اقسم بعمل اي حاجه. المحراب بيعمل ايه؟ بيوزع الصوت صح؟ شكل المقعر ده المقعر اللي قدامي الحيطه بتاخد منه الصوت وتبدا تعمل له انتشار صح كده؟ فبالتالي القاعه دي هي قاعه بتسحب منه صوت ليه كمان؟ لو هي متصممه صح انا هرتاح. انا مش متاكد الناس اللي ورا سامعه ولا مش سامعه. طب اعلي شويه عشان هم يسمعوا. لو هي متصممه قاعه صوتيا مظبوطه هتفهم بقى ان انا ببدا اشتغل ورا خالص في الجبس الجمد او في السقف بتاعي المعلق اعمله مائي وليه علاقه بالزاويه وليه علاقه بالبعد عشان لما اتكلم هو يرجع الصوت. لا انت قاعد صوت جاي لك من ظهرك وكان زي ما انتم كده اللي كل واحد قاعد الصوت جاي من ظهره. الكلام ده كله ورا بعض تحسبه في القاعه وانا مصممه. فبالتالي لازم الكلام ده ينطبق على الارضيه. ما يجيش حد داخل كده ولابس كعب او لابس شوز ناشف وهو ماشي وليه عمال وانا عمال بحاضر وليه هو عمال بيتكتب وهو ماشي. اذا المهندس اللي حط الماتيريال في الارض ما راعاش ظروف القاعه. هو مش غلطته يعني تفكير خوف لما انا الناس بقى بتبص لي وانا واقف جه يمشي تاني واخد تحت تاني اخوف تاني
شويه شويه راح لقيته قاعد بيسمع عشان يمشي. مين اللي عمل كده؟ المهندس اللي صدم ما ذاكرش رياضيات. فاهمين الموضوع وصل لايه؟ فكل بقى لو كل واحد داخل قاعد يتكتك شويه بتروحوا مع حضرتك بتشوفوا التكتكه دي ولا انا بس اللي بشوفها؟ طيب كويس. مهم جدا ان الكل كامل هنستخدمها يقول ايه هي الخواص بتاعتها. وانا عايز اوصل منك للخواص بتاعت الخام. انا دلوقتي قرامي روح لتسجيل بروسلين كويس. الراجل قال لي البروسلين دوت الصلابه بتاعته الرقم بتاعها مثلا انا بحسبه اسمه 3 خلاص دي كده 3 دي كويس. بورسلينة تانية عجبتني أغلى قال لي 6. بورسلينة تانية أغلى واخدة قال لي 9. طب إيه الفرق؟ الفرق إن أنا الفراغ اللي عندي دوت هو فراغ مشترك أنا عايز منه مظهر كويس وفي نفس الوقت بيدخله حاجات تقيلة. حاجات تقيلة زي إيه مثلا؟ على سبيل المثال يعني مثلا مول. أنا مش هينفع أعمل مدخل المول حاجة قليلة في الجامع صح؟ بس المول دوت ظروفي متصمتت بيها ان هم بيدخلوا الساعة 1 بالليل بنقفل المحلات كلها وندخل البضاعة كويس؟ فالبضاعة دي بتخش في فرنكات صناديق كده بلاستيك وتقيلة وتتحط على الأرض. لو أنا اخترت بورسلين اللي هو 3 رخيص مش هينفع معايا. أجي ثاني يوم ألاقي كله إيه؟ اتحك وباظ. لأن هو متصمم ان احنا كيوزر مستخدمين ليه نمشي عليه صح؟ واستخدمته انا استخدام تاني هو بورسلين بس وانا بشتريه ما بصيتش على الخواص الفيزيائيه بتاعته. فاهميني؟ بروح براجع على ايه؟ اقدر اقول له حلو سعره حلو على قد فين بس مش هو استخدامي. فاهميني؟ فاهميني الموضوع بقى عامل ازاي؟ صلي على محمد صلي على محمد صلي على محمد صلي. شوف كل ماده الخواص بتاعتها ايه وانا هحتاج ايه كويس؟ طيب المجموعه اللي احنا قلنا هتاخد بحث تاني الناس اللي عارف ما لهاش بحث معاها صوابع. انت عندك ارضيه سجاد ارضيه طوب سجاد طيب كلام لطيف محتاجين الكلام ده بقى نمسك بيه على ارض الواقع. نمسك بيه على ارض الواقع ازاي؟ اي حاجه اي حاجه عشان تبقى انت قوي فيها مطلوب منك حاجتين. مطلوب منك تسمعوا الكلية دي عملية صح؟ خلاص مفيش يعني انا بعمل بحارب في القسم عشان نعمل من القسم ورش وننزل ورش وبتاع وهم بيقولوا لي ما هم بينزلوا تدريب صيفي. طب هو تدريب الصيفي ده بره عني وانا مش عارف الطلبه خدوا ايه؟ فاهمني؟ فعمال بحارب في الحته دي. بس الكليه دي عمليه. يعني ايه عمليه يا استاذ؟ يعني احنا هنتكلم النهارده عن شويه ارضيات. الارضيات دي لو انت مش شفتهاش لو انت ما شفتهاش وهي بتتعمل مش هتستفاد حاجه كويس؟ نشوفها كده وهي بتتعمل مش هتستفاد حاجه. طب اعمل ايه عشان اشوفها؟ انا مش هجيب الارضيات كلها منين؟ اليوتيوب ما خلاش حاجه كويس؟ اليوتيوب ما خلاش حاجه كل حاجه طريقه تركيب الارضيه لمنين؟ هركبها كده هتطلع لنا طريقه تركيب الارضيه الزجاج هيطلع لنا واحد وعامل وعمال شغال وبطريقه عمل ارضيه استبدال هيطلع لنا واحد عمال بيعمل انت عمال بتتفرج عليه طبقات وهو شغال وعمال بتجمع دي ارضيه ما فيش تحت خرساره شكلها قد كده وسلكها قد كده وبعد كده حط وجه تحضيري. الوجه التحضيري ده استخدم فيه حاجات كيماويه اسمها 1 2 3 الوجه التحضيري ده 2 مللي وبعد كده استخدم كذا وبعد كده جلخ الارضيه وبعد كده ركب عليها اكريليك وبعد كده رش اكريليك وبعد كده حط المدفع طبقه التركيب. انا لو هتكلم كده كل ده هيعمل
عيون حضرتك تعرف ان في حاجه اسمها ارضيه التان اللي هي طريقه في التركيب، وتروح تبص على اليوتيوب وتشوف واحد اثنين ثلاثه خلاص انت مش هتذاكر صح؟ مش هنحتاج ان احنا نقعد نذاكر، انت خلاص بقيت يعني مش هقول لك حافظ، لا بقيت فاهم الطرق بتاعتها تركب ازاي؟ فاهمني؟ طيب اللي انا محتاجه في كل مربع هعتبر ان انا عندي قوة هي وانا بحطها كده وادي القضية بتاعتي اللي انا بركبها اي ارضيه ليها يعني حاجه اسمها ايه؟ وزن اللي انت شايفينها قدامنا دي او بالانجليزي اسمها ستيل ماشي؟ شايفين الوزن دي ايه فكره الوزن ديت؟ هي بتحبس هي بتحبس ديت ان انا ما بشوفش العلاقه ما بين الحيطه والارض، طب ايه المشكله دي؟ المشكله ان انا ما ينفعش اشوف اشوف فرق ماتيريال فرق خانتين والعلاقه ما بينهم علاقه زي ديت تقابل ديت دي علاقه غير شرعيه. لا لازم الخامه اللي هستخدمها على ارض الطبيعه بتاعتي. وغير بقى دي الجماليات بتاعتي. يعني واحد يقول انا عايزها 7 سم، واحد يقول عايز 8 سم، واحد يقول عايز 10 سم، 15 سم. طب انا هعمل فيها عربيس هقسمها مكتوب كده يعني انا قلت فيه مظهر وقسمها كده ممكن اروح اعمل فيها عربيه. طب واحد قال لا انا بعد ما اخلص البصل عايز احط عليها كورنيشن من هنا وخام حاجه كده هعليها واعمل عليها كورنيشن خام. ففي كلام كتير. طب هو ده استخدامها بس؟ هو ده استخدامها؟ دي اول حاجه. تاني حاجه ايه؟ طب تاني حاجه ان انا لو همسك الارض ديت بالميه لو همسك الارض بالميه في الميه يعني انت الخامه بتاعت الارضيه والسيراميك دي هي خامه غير مصدر للميه صح؟ لكن الحيطه فيها اسمنت هي خامه مصدر للميه صح؟ فانا بالتالي بحط الوزن دي عشان وانا بمسح الميه ما تخشش فين على الحيطه ولو جايه على الحيطه ايه اللي هيحصل؟ يحصل المنظر اللي احنا شايفينه ده صح كده؟ البياض هو غير مقاوم فبالتالي هيبدا يحصل من اشهر يوم يمكن الجنب كله بتاع الفراغ كويس؟ طيب يبقى قلنا ارتفاعه على حسب المكان او على حسب الاستخدام يعني مثلا انا بشطب شقه في ضوء ارض لو انا عملت ايه؟ لو انا عملت ايه؟ الرطوبه كده كده هتطلع كويس؟ هو من العلم اي شقه في ضوء الارض زي التفصيله بتاعت الارضيه اللي احنا شفناها وقلنا حاجه اسمها سندوتش بنعمل من فوق 15 سم في الصاله عاديه وبعد كده بنغسل وبعد كده بنزق 10 سم في الصاله عاديه العزله عشان الرطوبه اللي في الارض ما تطلعليش على الفراغ كويس؟ طيب لكن بيحصل تسليمات الخاصيه الشعريه اللي احنا خدناها في الفيزياء وبتقدر تحصل لي رطوبه او حيطه بس الرطوبة دي هي ارتفاع. يعني ايه هي ارتفاع؟ يعني ممكن اخش مكان الاقي الرطوبة ارتفاعها متر. ممكن اخش مكان تاني الاقيها 60 سم. بناء على ايه؟ بناء على منسوب الماية الجوفية اللي في المكان ده. يعني كل مكان فيه حالته. وانا كمعماري لازم اتعامل معاه على حالته. يعني بمعنى لو انا دخلت لقيت الماية الجوفية مسمعها رطوبة في الحيطة ارتفاع متر فانا اكيد هعمل الوظفه ديت ارتفاع متر هعملها حاجه بخام بقى هعملها شطب سيراميك والزاوع على الحيطه ايا كان هستخدمها ازاي فاهمني؟ بس لازم اتعامل مع الكلام ده عشان ما تحصلليش مشاكل
بعدين هو احنا لما بتيجي نخش البيت بتاعنا حد عنده حمام وظهر الحمام اوضه يبص يلاقي البياض اللي ظهر الاوضه وظهر الحمام كله مقشر وواقع صح؟ ليه؟ هو مفيش حاجه غلط ولا في حاجه يعني ولا في حاجه مشكله بس المشكله انتوا شايفين البلاط اللي راكب في الارض ده ما بين الفراغات اللي ما بين السيراميكا والسيراميكا دي اسمها عرموس كويس؟ فالعرميس دي بنقفلها اسمنت عرموس اسمنت عرموس بنقفلها باسمنت ايه؟ الحرب الفرق ما بين الاسمنت الابيض والاسمنت الجبس ماشي؟ بعد ما بنقفلها بالجبس اول ما يشم الميه الميه بيروح ايه؟ يسخن ويطفش يقع ماشي؟ فاحنا بنستخدم اسمنت ابيض بيشوف الميه ويزداد صلابه كويس كده؟ فهتلاقي حاجات عندك مفتحه وانت لما تيجي تستخدم الحمام تستخدم الشاور تستخدم تبدا الميه بتطلع من الطلاق تسمع من كل نقطه طيب يبقى انا اول حاجه هحتاجها في الارضيه اشوف البلاد بتاعها اشوف البلاد بتاعها البلاد بتاعها ده هيبان عليه التايتل بلاطه تربيعه هيبان عليه الوزراء اللي احنا عليها صلي على محمد صلي على محمد صلي على محمد صلي على صح مش شايف بس عيني كانت مثلا قلنا ان انا باي فراغ باي فراغ مظبوط صح فبيبدا يهندس بطل الكمان بيختار هو هيرص الطلاق ده مين هرصه كده هرصه كده هرصه كده حسب في حاجه اسمها هيبدا يبقى اقل حته صغيره بيقول عليها الجلاد حسب عايز الجناحه دي تيجي فين؟ فاهمني؟ يعني مثلا على سبيل المثال الحته اللي انا واقف فيها ديت هو حط يونيت بعد كده تقول لك خلاص سليمه لكو ان يعني بص معايا مثال هو سليمه انا شايف خلاص كله سليم 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 وجينا جنب الحته الحته اللي فيها الوزراء والجناح موجود صح؟ هو اختيار صح هل بقى لو جاب وزن مين اللي بيحتمل الصواب ومين اللي بيحتمل المحصول ماشي هو اختيار صح انما لما اخش الخراب كده اه شايف الخراب سليم قدامي صح مش شايف البناء مستريحه ليه هو معتمد ثلاث نقط سليم جنب الحيطه والبناء كتير انا مش فاهم صح فاهمين كده الموضوع ماشي ازاي طيب لو كان عايز يحل ويحل ويذاكر ويحاسب كان يعمل ايه؟ كان يجيب الخراب السليمه من هنا اللي هي البوينت ايه؟ ويبتدي الطلاق ده واخر السنوات تيجي معاه ده بقى ملوش ملكه اختار زي ما انا عايز صح؟ اللي هو الجرانيت اختار زي ما انا عايز ما دام المهنيه كده كانت تسيب ال 10 سم يبقى كل مرات سليم وادي الجرانيت جاي معايا هو الموضوع شوف عامل ازاي؟ لو انا مذاكره ورسمه وعارف تفاصيله راح فين وراح جاي منين شغل الناس صح لكن هو شغل اشتغل لا حته فضلت منه بيعمل فيها ايه؟ بيحط البناء فين؟ وبيحل المشكله اللي عملها. بيحل المشكله اللي عملها. وكل حاجه رسمها وربطها الشخص عامل ايه؟ طيب بعد كده لو جينا السم السم ده نعرف السم ده هو في اتجاه ايه؟ اتجاه بيبدا يبطل فيه. تاني حاجه تاني حاجه اشوفها ايه في الارضيه؟ السكشن السكشن برضك في نفس المربع حضرتك
سبيل المثال الأرضية اللي أنا بحسبها دي مثلا فيها تراب هي بتنفع تنفع معانا إيه؟ اللي أنا بحسبه دلوقتي ده ينفع معانا بعد ما حطيت الرمل بالظبط من هنا ابدا
صلي على محمد يعني كانت الورقه اللي احنا قلنا لها ان الورقه دي مش بتاعت الدماغ، صح؟ اول حاجه بتحصل ايه؟ والله انا عايز اتفاجئ، اول حاجه بتحصل ايه؟ الورق كله مفهوش رمل وهو جنبه اصعب دي هي حاجه كبيره كده بنحط فيها المونه دي اللي هي الاسمنت والرمل، ماشي؟ دي حاجه واقعه كله تمام. طب اصعب جنبي وانا ماسك في ايدي حاجة اسمها مسطرية، اللي هي شبه المطرفة بس بدل كبيرة المولة. بروح حاطط المولة دي على الأرض وأعدلها كده بإيدي وأبدأ أحط الطايرة المطرفة عليها وأبدأ أدق عليها في الولاد كده، بس نويتش جاكوش نويتش أقعد أدق عليها كده. أكبس البلاطة فين؟ هتطلعي البلاطة أكبس البلاطة فين؟ في المولة كويس؟ بعد ما تكبسها حط عليها زر الميه مظبوطه كده، وحط في المكان تاني. زر الميه دوت عباره عن ايه؟ حته مستطيله كده كان كده زيها فيها خط كده كبيره في القاعه، يعني كل ده كده في ميه وهنا خط مظبوط. القاعه دي لو كانت في النص يبقى هو كده ايه؟ مظبوط. في حاجات حديثه دلوقتي اول ما يتظبط روح مدي كرز كويس، اول ما يتظبط يشتغل معاك يقول لك تمام كده، فبيبدا يظبط الوزن بتاعته في الاتجاهين ويبدا يحط المونه للبلاطه اللي بعديها ويرتب البلاطه اللي بعديها خلاص. يبقى عشان خاطر مفيش حد يقول لي يا باشمهندس ما انت فرشت المونه كلها يا ابني انا بس، صح كده؟ لكن انا بحط كل بلاطه المونه واحطها وبعد كده اللي بعديها، ماشي؟ ده الطلاق وابدا اقسمه كده وادي الوزنه وابدا اقسمها كده. ما فيش حد بقى وانت شغال يضحك عليه، يضحك عليا ازاي؟ هو بعمل خلاص تقضيه لان هي ركبت الوسط لازم العرموس يرفع العرموس حاجه بين الطلاق، لازم العرموس بتاع الوزراء يمشي مع العرموس بتاع الايه؟ السيراميك بتاع الارضيه، ماشي؟ ما يترحلش. يعني لو البلاطه زادت بقت 3 سم
الرمل هيقل بقى 3 سم رمل و2 سم مونه، ادي 5. تحتيهم كام سم رمل؟ 5. في كده خلاص يبقى لو هي سافت مين هيقل؟ التصريف عندنا كام سم؟ 10 سم. انا لو حطيت بنسلين هكتب في الدرجية اول حاجه هكتبها وصل دي وصل بنسلين بارتفاع قد ايه؟ عايز ارتفاع قد ايه؟ بثبت 7 ماشي، بثبت 10 ماشي، بثبت 12 ماشي. انت ديزاينر وعندك الرؤيه بتاعتك كويس، ايه هو المعتاد؟ 10. خلاص كده؟ المعتاد 10. اتفقنا؟ طيب يبقى هكتب وصل بروسيلين بارتفاع 10 سم من نفس خامه الدراميه عشان ما يبقاش في خامه ثانيه، من نفس خامه الدراميه الارضيه. طيب انزل على اللي بعديها، دراميه اي حاجه مربعه بقول عليها ايه؟ دراميه. كويس؟ يبقى ديت تربيع بروسيلين 60 في 60 سم قد ايه؟ 1 سم. دلوقتي البروسيلين كبر كبر، يعني بقى البلاطه الواحده ارتفاعها 2.80 متر وعرضها 120، فالسم بتاعه ايه اللي بيحصل فيه؟ بيزيد. هو نفس المنطق بتاع الايه؟ الرخام، بس ما بيزيدش بالزياده دي، يعني بيوصل لسنتي ونص، سنتي وثمانية من عشرة، ماشي؟ في البلاط الايه؟ الكبير. طيب بعد الترجيح المسلم فاكر ايه؟ 2 سنتي مونه اسمنتيه. عايز تجود؟ عايز تجود؟ يقول المونه الاسمنتيه دي مكونه من ايه؟ بس مش الوقت، خلينا نضيف شويه نحسبها الرابعه، ماشي؟ طيب بعد كده 7 سنتي طبقه رمل نظيف 7 سنتي، عشان انت تكتب طبقه رمل ويجي المهندس يقول انت قلت لي رمل، انا عملت لك اي رمل؟ لا، انت تقول له رمل ايه؟ نظيف، ماشي؟ طبقه رمل 7 سنتي. طيب هو السلاح في وسط القضيه؟ لا. ايه اللي انت عايز تقول لي؟ انا مش مهندس، عايز اعرف خواصها واستخدامها واماكن استخدامها. ايه الخواص بتاعت القضيه دي؟ بتحمل ايه؟ وينفع استخدمها فين؟ صح كده؟ ولو في عيوب او حاجه تحسينات اكتبها، هو ده اللي انا عايزه في المربع اللي احنا عملناه ال 20 في 20. في مشكله؟ في مشكله؟ هنرسم تسليم كده، هنرسم تسليم 1 10 وهنرسم متر في متر بس. فاهمني؟ نرسم متر في متر، يعني هنعتبر ان الشريحه اللي انا هاخدها دي متر في متر. يعني انا لو انا مقسم جوه الشريحه دي بلاط 40 في 40 هتاخد بلاطين وحته. بلاطين وحته. فاهميني ولا مش فاهميني؟ عايز تخليها 120 وتاخد ثلاث بلاطات اعملها 120. تظبطها في اللوحه بتاعتك. احنا قلنا من المربع كام في كام؟ 20 في 20. خلاص؟ هي اللوحه 100 في 70، 100 على 5 فيها ال 20، وال 70 على 20 فيها ال 3، وتبقى ايه؟ 10. ممكن 10 نوزعهم ونسيب حته من الفيكس هنا تحت. ماشي جمعين معايا؟ تمام. بعد كده فوق نفس الشيء. اكيد الحكايه بتاعت الارضيه اهي معايا في معايا سبعين، معايا مزاجكم، معايا كده، معايا كده، خمس أرضيات، يعني لو اللوحة كده، خلاص، كل دول كده، ماشي؟ طيب، هل مثلا لازم كل مرة ولا بس؟ كل مرة ولا بس؟ هقسمها على أرضية خرسانة، ممكن أطور شوية، ممكن أرسمها على ارضيه خرسانه عاديه اللي هي تحت طول الارض، ممكن ارسمها في ارضيه مخبطه اللي هي تحت التويلت لو هي سيراميك مثلا، ماشي؟ وهكذا. انت عمال اشوفك انت ما
فاهم ايه وعارف ايه عشان بقى صلي على محمد صلي على محمد صلي على محمد صلي نتكلم على موضوع ثاني كده اسمنتيه الصف حط جنب بعضيها كده
تجمع مع بعض بالنور. طيب الجمله دي انا عندي فينش، الفينش بتاعي ايه؟ يفضل صح؟ طيب وانت لو كده عندي منه اثنين، يعني ايه اثنين يا باشمهندس؟ عندي منه دخلتين كويس؟ عندي دخلت عمليا 6 سم دي مشاه مش هيحصل حاجة على الممشى ده غير إن احنا بنأديه وعلمش. طب لو عندي عربيات بستخدم اللي بعديه اللي هي كام سم دي؟ 8 سم. اتفقنا كده؟ عرفنا 6 سم ايه؟ و8 سم ايه؟ في تخانات تاني وفي تخانات تاني. ماشي؟ طيب في ارضيات للوصيف تاني وفي ارضيات للوصيف تاني، في حاجات انواع تانية، حاجة اسمها ستيل كريت، حاجة اسمها زيرو كريت، في عيلة تانية كبيرة كريت 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 ديت اللي هي أي حاجة تقاوم الارتكاز تستخدم خارجيا. ماشي؟ لما نعمل سيرش هنلاقي عيلة الكريت كلها. طيب ايه ده اللوبي ده؟ اسمه اللي هو سريع التركيب. يعني ايه يا باشمهندس؟ انا لو عندي طبقه رجل كويسه بعرف استخدمها في الشارع. لو عندي طبقه رجل كويسه يعني طبقه رجل مفكوكه وما بيحصلش فيها تريحات، ببدا استغل طبقه الرجل دي واحط عليها طبقه رجل واجيب حاجه اسمها اساس، اساس صغير كده وامشي بيها على الرمل بيهز ويكبس الرمل في الارض. ماشي؟ بعد ما اكبس الرمل دوت ابدا اجيب الايه؟ البلاط بتاعي وارصه جنب بعض. من غير مونة من غير مونة من غير حاجة من غير حاجة. الفكرة يعني هو مسافة التراجم كله خلاص بقى كله عشر وعشوب مش هعرف اطلع منه واحدة. لكن مسافة ما اطلع منه حاجة خلاص هعرف افكه كله. ده بينفعني في ايه؟ بينفعني ان انا ينفع لو في تعديل امشي مواسير افكه واخلص التعديل بتاعي واركبه تاني. ينفعني في ايه تاني؟ ينفعني لو حصل عندي الجزئيه دي عايز اوسع الطريق واروح افكه واعمل له فرصيف تاني يعني مش همين واوسع الطريق صح؟ طيب لو القضيه الردم اللي احنا حكينا عنها دي غير صالحه لازم اصب طبقه خرسانه عاديه 10 سم بتسليح خفيف. يبقى لازم اصب طبقه خرسانه عاديه 10 سم بتسليح خفيف. اتفقنا كده؟ فاهمين الفرق بين الاثنين؟ فاهمين صح؟ طيب اعتبر ان هي دي خرسانه عاديه. لما اجي ارسم الزلطه لما اجي ارسم الزلطه برسمها كده وبساوي من الحته بتاعتها. طيب ده اللي
صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل طب انا عايز ادي بس فكره. انا عارف ان انتوا تعبانين ورمضان، انا بقدر الكلام كله، وعندنا زباين برضك جايبين وعيد وكده، فعندي فكره بس عن ميت الايه الحاجه الثانيه، بس انت هتفهم يعني. طب انا عندي قضيه ممكن ماشي. ايه فكره القضيه ممكن؟ لازم القضيه ممكن تكون زي البيت دي عادي، عشان انا عندي سجاده محطوطه على السراميك او الفلسطينيين او الطلاق، صح؟ وبيت هنا اللي بيفرقوا عندي ان انا بلزقه بالكل، عارفين الكله اللي قاعد في شباك الشرق هي دي، بجيب الكله اللي هي النجمه في علبه بيعملوا بيها الجزء، بيعملوا بيها الجزء والطيارات اللي هي جماعه الصبر. انتوا مركزين على كده يعني ايه بقى؟ يعني مسافه ما نطلع، مسافه ما نطلع لازم نبقى طالعين ايه؟ مخضرمين، مخضرمين. يعني مثلا انا واقف في موقع ورايح استلم واحد من البحر مثلا، كويس؟ وشايفه بيستقبل الشركه، مش لازم الكلمه دي، بيستقبل. لو انا ما اعرفش امسك اللي هو ماسكه اسمه طروش وبره، ويحط عليها المونه دي اسمها ايه؟ طروش. اللي في ايده اللي بيمسك بيها المونه دي اسمها ايه؟ بره. ماشي؟ لو هو حس ان انا مش فاهم هيعمل فيها كل حاجه. لكن انا لو قلت له يا ابني اللي انت بتعمله ده غلط، والحاجه دي تتمسك كده، والمونه اللي واقعه على الارض كلها لو انت ظابط ايدك مش هتقع، ولقاني فرقت قدام حاجتين عرفت؟ وانا اكتسبت الكلام ده منين؟ ان انا عايز اتعلم. لكن لو انا بفضل قاعد حاطط ايدي في جيبي كده بيروح حرام. لكن انت تسكت وتتعلم بعدها هتوصل ان انت تبقى قوي. مفيش حد هيبقى بالكفاءة اللي انت فيها، بس انت اشتغلت على نفسك، صح؟ هي دي الفكرة، ان انت اشتغلت على نفسك وعلمت نفسك ودورت ونزلت وجربت، ولا دخلت حطيتك في جيبك وتبص هو بيبحر، طب ده بيعمله صح ولا غلط؟ طب ايه الحكاية؟ لما تيجي الناس تطلع كل حاجه اشرح لكم بالظبط بتتعمل ازاي يعني. فالفكره ان احنا بنطلع مهندسين، الناس متعلمين كل حاجه، واللي بيحصل مثلا على سبيل المثال اقول لهم برضه موقف كده تستفادوا منه. قعدت مثلا من حوالي سنه كان في سؤال شاغل بالي، كويس؟ ايه هو السؤال ده؟ احنا اتعلمنا منه. بس احنا اتعلمنا دي. ايه الفايده من التعليم اللي اتعلمناه؟ كان في يعني واحد شغال معايا ماشي عامل، انا كنت يعني عايز اقول لكم ان المرتب بتاعه اكتر من رقم الكليه ماشي، وهو عامل ماشي ومش فاهم حاجه. بقول له راجع بيه، فقلت له شد حطه هنا هيشد حطه، خد الراجل ده ويتفلم في حته ثانيه فيه مش هو عامل مفيش خالص. بص هو احنا اتعلمنا دي. والموضوع لو هو موضوع فلوس الشغل كتير ويجيب فلوس برضك كتير، مجالات تانية، ايه الفايدة من التعليم؟ قعدت شهر ونص ادور على اجابة السؤال ده، كل ما اشوف حد اكتب يعني انا فاكر ان هو عنده ثقافة اساله السؤال ده ولا يسأل ما يردش، وما لقيتش اجابة غير لما انا جاوبت على نفسي في موقف، في موقف. ايه هو الموقف دوت بقى؟ اللي كان فيه مشكلة قدامي. كلمة مشكلة مش لازم تكون مشكلة من حاجة معمارية. في مشكلة قدامي وقاعدين على ترابيزة اجتماعات، وبفضل الله دماغي راحت لا ده هنعمل كذا ونعمل كذا، وحليت المشكلة. هو ده فايدة التعليم، إن أنا بدخل في دماغك معطيات، هتبدأ المعطيات دي لما تتحط في موقف تطلعها بالشكل بتاع الموقف وتحل المشكله دي. هو ده المهندس. فاهمين؟ العلم اللي بتتعلموه
هو مش واقف على 15 ارضيه ولا 30 ولا 50 ولا 100 ارضيه، فاهمين؟ لا، العلم مفتوح. ولغايه النهارده، لغايه النهارده بشوف ارضيات جديده كويس، ارضيات مش عايز اقول لك بتمشي على الارض تضربها برجلك الضربه، ماشي، حاجات يعني روعه يعني. طيب فالدنيا مش بتقف عند حته معينه، لا، الدنيا كل يوم ابديت ابديت ابديت. فانا اللي انا بتعلمه في الكليه فايدته ان هو بيشغل دماغي، بيحط لي معطيات، بشوف انا لما جيت اعمل ارضيه وجيت اتعامل معاها ازاي؟ انا ليا ايه في الاخر؟ الفينش الخارجي صح؟ اللي هو الوجيت صح؟ طيب اذا ما هو تحتي مش مهم بالنسبه لي. يعني ايه مش مهم؟ يعني ممكن استخدمه حاجه رخيصه السعر. ازاي رخيصه السعر؟ شفت البواطي اللي ركبوها الصبح؟ قلنا اسمه ايه البواطي اللي الصبح؟ سجاد، صح كده؟ هو البواطي ده عباره عن 2 سم ونص. شفت البواطي المزاريك اللي احنا قلنا عند بيت البيوت اللي القديمه وكده؟ هو شبه المزاريك بس مقاسه 20 في 20 بتخيل 2 سم ونص. يتكون كله من الاسمنت. دوت سعره في السوق دلوقتي 20 جنيه 22 جنيه، يعتبر ارخص حاجه كويس، ارخص حاجه. الميزه اللي فيه خد بالك ان وجدت ماده شبه الوحش، يعني بتشكك في الصفحه النهائي. فالبلاط السجاد دوت هو الحواف بتاعته كلها علم. بص البلاطه بتاعت الاستيلا السيراميك هتلاقي على النص في تجويف. لو انا ركبت بلاط زي دوت وجيت انزل عليه الموجيت، ايه اللي هيحصل؟ شكل الموجيت هياخد شكل البلاط. طب انا عايز كده؟ مش عايز كده. يبقى انا لازم اخد بالي في الخامه اللي هستخدمها، اللي هي لازم تديني صفحه ام اس في نفس الوقت ما اصرفش عليها عشان انزل عليها الايه؟ الموجيت. يبقى انا بعد ما اخلص هدي الخرسانه اللي مسلحه عندي، وعندي الرمل، وعندي المونه، وعندي البلاط، ابدا اشد الايه؟ الموجيت. طب الموجيت ده ليه اسلوب في الشاب؟ انت مسكت رسمتني الموجيت، انت خلاص خلصت دورك في الرسم، بس انا عايز دورك كمهندس. ايه اللي انت فاهمه؟ هو الموجيت ده كده خلاص هو صنع الشابه بتاعته ازاي؟ لو الدور اللي خلص هعمل ايه؟ وهوصله ازاي؟ فاهمين؟ وايه هي الاكسسوارات اللي هستخدمها؟ معايا ولا؟ فكل ده هجيبه منين؟ سيرش بقى واليوتيوب ولا بتفرج. احنا عملنا ايه؟ لما قلنا كل خمسه او سبعه ياخدوا بحث لكن لو كل واحد فينا عمل الباكت بتاعه دوت حلو وجمع الداتا بتاعته والفيديوهات بتاعته وبدا يعرض كل واحد ربع ساعه وعرضنا الموضوع دوت على مرتين او ثلاث مرات بحيث ان احنا نخلص نغطي الارضيه كويس، احنا طلعنا بنتيجه كويسه. فاهمني؟ بقيت ان انت فاهم. يوم ما جينا في الامتحان بقول لك ارسم لي ارضيه، اديك اسم ارضيه ما سمعتهاش. انا بقول لك اديك اسم ارضيه ما سمعتهاش. الا مثلا لو بتعمل سيرش كده ممكن ناس تانيه جت عليه. طب اعمل ايه بقى؟ احلها ازاي؟ بعد دلوقتي بقى تفكر بعد ال 15 ارضيه اللي انت خدتهم ولا ال 20 ارضيه دماغك بقى تفكر بقى فاهم. سيان مثلا انا عندي عايز اركب ارضيه زجاج، ارضيه زجاج انا هركب بيها ارضيه زجاج، حاجه من الاثنين، حاجه من الاثنين، يا اما افضي الحته في الارض واطورها احط فيها شويه ورد، احط فيها شويه زلط، احط فيها بيت اضاءه، واعملها فين؟ اعملها في محل ملابس، اعملها في محل العاب، بحيث انت تخش فيها مع الديكور كده تعجبك، فاهمني؟ او طبعا لازم تستخدمها، او ان انا هشغلها مثلا عندي بدروم، بدروم البدروم طبعا بيبقى منور منين؟ من اليمين والشمال اللي هي من الحدود بتاعته كويس؟ فانا البدروم دوت
صلي على محمد صلي على محمد صلي على محمد صل طبعا مش بمشي عشوائي، بمشي في اتجاه
خطوطية محددة باتجاه سير كده رايح جاي رايح جاي، وبعد كده بس في الاتجاه العمود لغاية ما الصف ده كله يبقى مستوى واحد معايا كده، عشان يستهلك ايه؟ بالعربيات لما تمشي عليه يبقى صف أمس. وببدأ ده كده يعني كنت ماشي لغاية الصدر ممسوسة، بس بعد فترة ايه؟ واحد قاعد يبص في حاجة كده جامد 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 لغاية ما بلاقيها بلاقي خلاصها ممسوسة عن طريق ايه؟ الجهاز اللي اسمه الهليكوبتر. فاهمة كده؟ طيب بعد ما خلص مرحلة الهليكوبتر اخش على مرحلة الايه؟ النيروبسي. الأرضية دي عشان أنا عايز أعمل فيها علامات إرشادية سهل، ولا أخش منين؟ على طول الطريق ده رايح جاي، الأرض ده رايح جاي، أرسم ال أرسم العلامات بتاعت العربيات اللي هي عربية توقف هنا توقف هنا أحط أرقام صح؟ كل ده بالإيه؟ بالنيروبسي. إذا النيروبسي دي مادة كيماوية شبه الدهانات كده، وبتبدأ تتعمل على طبقات بحيث ان هي لما تيجي عربيه تدوس عليها العربيه تدوس عليها ما يحصلش اي مشاكل ولا تفتح ولا تطلع ولا تفقد اللون بتاعها. ماشي؟ طيب ده كده بالنسبه للفلوس. عندنا مثلا ايه تاني؟ طيب كان عندي مصطفى خلصنا الهليكوبتر وخلصنا مطبوع. ساعات كده نمشي في الممرات، ممرات مثلا في حديقة خارجية، أنا همشي في ممر ألاقي مرسوم عليه رسمة هي خرسانة، بس الجبنة يبقى عندي فرمة خشب أو صاج، وبعد ما هي الخرسانة طرية ببدأ أحط وهي بتبقى طرية وعليها دول، ببدأ أستخدم الفرمة دي واطبع الرسمه اللي في الفرمه، ابدا استخدمها كده انا برضك هنفتح ونشوف، وابدا ادوس بيها على البلاط على الخرسانه اللي انا ظبطها، تبدا الطباعه على الاسطمبه تسمع في الطباعه. شفت الكلام ده؟ شفتوا؟ شفت الكلام ده؟ خالص؟ ما قلت لك ايه؟ واي ضحكت اهو، هو انت ضحكك ولا مين ضحكك؟ دوست عليها عشان كده. بس يا جماعه لا خد بالك. طيب خلاص؟ نقول البحث ايه؟ بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن ايه؟ هي اصل هي خلصانه هنا بتنساها وهنا بتطلع عليها، فاهم؟ عشان كده كانت جمله مع بعض. بسم الله ده انا كتبت له بروتين والخير ولا مش عارف ازاي كلهم مع بعض يلا ايه؟ الباك اختار حاجه منهم بقى. بصوا يا جماعه احنا عندنا بحث اللي عندنا بحث على الارضيات، بحث كامل على الارضيات كامل. الماكت اللي انا عايزه منك انت بالظبط زي ايه؟ يعني زي ايه؟ حته 60 في 60 70 في 70 زي اللي احنا بنشوفها بره كده في الطبقه دي اللي هي مستوى ثاني، ونبدا نعملها 60 واحد واحد، يعني كانك بتعمل لي اربع طبقات سيراميك حقيقيين متوازيين من جنب الطبقات بتاعتهم ايه؟ كويس؟ متوازيين من جنب طبقاتهم ايه؟ مش لازم تحط الماتيريال الطبيعية مثلا اللي هو الرب ممكن تحطه فوق وتكتب وتلونه ترشه ديسبلاي ويكون عليه رب، ممكن تحط فوق تاني وترشه ديسبلاي ويكون عليه اسمنت وتحط بس في الاخر في المرات الاخيرة بس تحس انها تبقى خفيفة، فاهم؟ ما توصلش للمرحلة تحس ان اي حد من الزمايل سمع منك انك بتشرح البحث بتاعك شايف انك انت عمال بتشرح عليه طبقات، دي طبقة الخرسانة ودي طبقة الرب طبقة الإنتاج وطبقة الإعلان هيفرق، فاهمني؟ هو أنا ممكن أعملها كرتون. إيه؟ ممكن أعملها كرتون. إعملي كرتون. ماشي يا جماعة، كل واحد يعبر زي ما هو حابب عن الجراكت بتاعه وهو متوصل لي. بعد كده تكتب على
صلي على محمد، صلي على محمد، صلي على محمد، صلي على لوحة ولا مدي ايه؟ لا على اللوحة اللي احنا اتكلمنا فيها
كل مربع في البلاد اللي احنا قلنا عليه متر في متر مع السكشن مع الشرح اللي انا كتبته ده وزرات ده بلاط ده مونة ده رم بعد كده الخواص خواص تحت القضية دي هي بتقوم الاحتكاك بتركفين بتعمل ايه بتطلع في الجو وبتنزل الارض ماشي حط له الخواص بتاعتها الكلام ده موجود في الكتب مش صعب صعب يا منيرة خالص سهل اتفقنا الكلام دوت موجود ماشي ماشي وايه تاني معانا يا باشمهندس؟ هنجيب البحث باور بوينت نجيب البحث باور بوينت وهنجيب ايه تاني؟ الماجنت عايز اقول لكم حاجه ان شاء الله باذن الله نقول ننزل لكم زي كده جدول اسمه جدول امتحانات مصر الدراسي الثاني جدول ال 100 ترم هينزل لكم السلام عليكم بص يا جماعه لا يعني هقول لكم كلمتين مهمين جدا خلاص انتوا كلكم كده طلبه يعني ايه طلبه؟ يعني بابا تعبان عليك وماما تعبان عليك وجاي بتعلم خلاص حاول تتعلم ما تعملش حاجه غير كده اتعلم وافهم مش هتلاقي حد كتير بيتكلم هتلاقي الجامعه المشكله بتاعتنا المشكله او مثلا او لغه عملت الجامعه ما هي الا اتجاه يعني ايه اتجاه؟ يعني الدكتور هيقف هيقول لك احنا هنتكلم عن الخطوط كويس؟ هنتكلم عن العقود مش مطلوب منه ان هو يقعد زي ما انا وقفت كده يمسك القلم ويقعد يرسم كل حاجه ويرسم يرسم 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 ويقول لك اكتب كشكول هو ده الامتحان جاي كده لا الجامعه مختلفه الجامعه يعني سيرش يعني بحث ماشي هو ده الجامعه بتعلمونا ليه بقى؟ ليه؟ لان حضرتك بتطلع من بعد الجامعه بتلاقي حاجه اسمها حياه عمليه وشغل الحياه العمليه مفيش فيها منهج لكن في فيها ايه؟ سيرش صح؟ قابلني يعني مثلا واحد جاي دلوقتي يقول لي انا عايز اعمل مشروع حديقه حيوان اقول له انت مش خلاص صح؟ لكن هاجي اعمل سيرش واشوف الحوار وهو واقف في الواقف بقه على قد ايه فانا هعمل له الصوره بتاعته اللي بيعمل فيها وعايز لقيته عمال عايز يتبرمج في الكرام ويجيب رجله يمين ورجله شمال فبوفر له الحته اللي بيتبرمج فيها صح؟ ماشي؟ فهو دوت السيرش فاهم؟ انت عايز تقول كده وصل لك حته الراجل عايز تسال نفسك بوفر له الحته اللي خلاص يا جماعه؟ فهو الفكره كلها اللي هي عشان تقبله عشان الناس ما تضايقك بس ده لو ما قبلش هيتعبك ده لو ما قبلش هيتم الكليه كلها توجيه توجيه كل ده بتحتاجه مش قادر موهبه ولا امتحان صح كلها كده يقول لك ايه ساعه مش موهبه وامتحان وساعه ماشي موهبه امتحان وساعه موهبه من غير امتحان مالهاش لازمه والامتحان موهبه بتدعمه والساعه بتدعمه